حلب أو يمحاط، المدينة الأمورية، محطة القوافل، محطة تجارية، محطة ثقافية، محطة فنية، كل هذا تجمعه حلب. عن تاريخ حلب وكيف نشوء مدينة حلب وعن خصوصيات الحارة التي ولد فيها الأستاذ محمد القجي سنتحدث عنها بالتفصيل معه. صباح الخير. صباح الخير، أهلا بك أستاذ. كيف نشأت حلب؟ حلب يا سيدي، نحن في جمعيتنا نعتمد على المعلومة الأثرية، على الرغم من وجود الرواية التاريخية المستندة إلى وثائق أو إلى ميثولوجيا، فإننا نأخذ بالمعلومة الآثارية الأركيولوجية الموثقة. الآن لدينا في مدينة حلب بعثة سورية بولونية مشتركة تعمل في موقع يبعد عن مركز المدينة 18 كيلومتر، أي ضمن المخطط التنظيمي الكبير للمدينة. بأي اتجاه 18 كيلومتر؟ باتجاه الشمال الشرقي في منطقة المسلمية. هناك تل اسمه تل القرامل، عثرت البعثة فيه على وجود سكن وبيوت دائرية منذ الألف العاشر قبل الميلاد، أي قبل 12,000 سنة من الآن. الطريف في الأمر أنه تم العثور تحت البيوت على ما يشبه شبكات الصرف الصحي، وهذا يؤكد قضية حضارية بالغة الأهمية بالنسبة لنا، كما تم العثور على بعض الرموز التي هي بحاجة إلى دراسة وتحليل، قد تكون بدايات الانتقال إلى الكتابة بأشكالها الصورية ثم المسمارية قبل أن تنتقل إلى الأبجدية. أيضا منذ حوالي سنتين عثرت بعثة ألمانية في قلعة حلب على أحجار صوانية عمرها 7,000 قبل الميلاد، وعلى معبد يعود إلى الفترة الأكادية في الألف الثالث قبل الميلاد. هذه المعلومات تؤكد لنا قدم المدينة الكبير جدا والموثق أثريا. لحلب مكانة خاصة لدى الدكتور محمود حريتاني، فهي القلب وهي الهوى والهواء. في كل حجر يبحث عنه يجد تاريخا وقصصا وأساطير، يجد حقيقة ويجد متعة في البحث عن الحقيقة. عن حلب وعن تطورها يحدثنا الدكتور حريتاني، تفضل. هناك عندنا شيء ثابت، مرتفع القلعة في الألف الثالث قبل الميلاد، مرتفع العقبة في الألف الثاني قبل الميلاد، ثم عندنا هناك شاهد حسي كبير جدا وهو المخطط الشطرنجي لمدينة حلب الأولى في القرن الرابع قبل الميلاد في فترة الحكم السلوقي. إذن معنى هذا حلب لا تزال تحتفظ بشواهدها التاريخية منذ الألف الثالث والألف الرابع. ثم إذا توسعنا بدراسة مركز مدينة حلب القديمة، وهو معروف علميا ولدى الكل ولدى الجميع باسم المدينة، نرى هناك فترة القرن الخامس ميلادي، إذا القرن الرابع قبل الميلاد، فترة القرن الخامس ميلادي، ثم فترة العربية الإسلامية حول الجامع الكبير في القرن السابع ميلادي. وطبعا عمليا في بداية القرن الثامن ميلادي فأموي حلب هو صنوان لأموي دمشق، ثم توسعت المدينة وهناك فترات ازدهار كبيرة جدا، منها فترة القرن السادس عشر بداية حكم الأتراك العثمانيين، وعمرت حلب وازدادت وتوسعت، وكان هناك أبنية رائعة جدا لا تزال قائمة تتحدث هي نفسها عن تاريخها العريق. عم نحكي على مدينة بأوج عز العمراني بالوسط القرن الثامن عشر، تقريبا كانت مساحتها بحدود 420 هكتار.
من هال 420 هكتار في عنا اليوم بقيان بحدود 355 هنن النسيج اللي حفظ عليه نتيجة قرارات وزارة الثقافة بتسجيل المدينة كموقع من التراث العمراني للتراث الحضاري بسوريا، وهو الحدود اللي اعترفت فيها اليونسكو فيما بعد كموقع من التراث العالمي. نحن في عنا نسيج متواصل بين داخل الأسوار وخارج الأسوار، تقريبا نصف النسيج المحافظ عليه خارج الأسوار بحدود 180 هكتار، والنصف الثاني داخل الأسوار. عم نحكي على مدينة بأوج عزة كان عدد سكانها بحدود 125-130 ألف نسمة، اليوم فيها بحدود 110 ألف ساكن لسه قايمين قاعدين بالمدينة. من الألف الثالث قبل الميلاد لهلأ في عندك استيطان مستمر بمدينة حلب. إذا ردنا هلأ نحن نحصر معمارياً إيش بقي من هالآثار الاستيطان، فرح بتلاقي أنه أغلب النسيج العمراني بحلب القديمة عثماني، يعني بنسبة 90% منه تقريباً، بس في عندك أبنية كاملة محافظ عليها بشكل جيد جداً من الفترة يعني مملوكية أيوبية زنكية. قبل الفترة الزنكية ما في عندك مبنى كامل بكامله مثل ما هو برونقه، أو يعني بالجزء الأساسي منه موجود. في عندك مباني أجزاء منها قديمة وأجزاء بعدين أضيف إلى فيما بعد، فمثلا من الفترة الحمدانية في عنا قطع هون وهون، ما في عنا مبنى كامل حمداني، ما في عنا مبنى كامل بيزنطي، في عنا أجزاء من مباني كانت موجودة أضيف إلى عدلت تغيرت، قطع من حجار قديمة هي، وفي عنا أسامي قديمة كتير، يعني مثلا في حارة بحلب بسموها حاليا جب أسد الله. بالحلبية القديمين بيقولوا السيدلة، والاسم هو لاتيني سدية، اللي هن كراسي المسرح، المسرح الروماني كان فيها. ففي أشياء استمرت فيزيائيا، في أشياء استمرت معنويا، في أشياء استمرت عبر عادات وتقاليد اجتماعية، وفي مباني كاملة موجودة. إذا بدك تصور بحلب بدك تعتبر في عندك أول شيء غنى معماري كبير، لأنه إذا بس بدك تركز على الأوابد المسجل منها 238 أبدة بحلب القديمة، بس حس يعني في عندك بعدين أوابد على أطراف حلب القديمة، هذا أكتر بيطلع العدد. بس في مباني متميزة بينحكى عنها بكل طلاقة ورحابة بحدود 650 مبنى بحلب. شو الطرز المعماري الموجود؟ قلت لك كمباني موجودة نحن أول شيء بي الأبنية الموجودة. الأبنية الموجودة بشكل عام حلب أول شيء مدينة حجر، ففي عندك تقنيات حجر استمرت عبر أجيال طويلة مع إضافات. هلأ أنا إذا قلت لك طراز أيوبي بكون عم بضحك عليك، لأنه عمليا ما في شيء اسمه طراز أيوبي محض، فتركوا بحلب أثار كبيرة. بس أنت إذا بدك تفكر في العمارة حضاريا مو سلطويا، يعني أنه تلحق أنه الملك الفلان بنى كذا، بدك تفكر فيها حضاريا، بتشوف أنه في فترات انتقالية من الزنكي للأيوبي. الفترة الانتقال كتير أهم من الشيء اللي صار بالفترة الأيوبية كأيوبية، فترة الانتقال من الأيوبي للمملوكي، فترة الانتقال من المملوكي للعثماني، هالفترات هدول تكون فترات كتير غنيات، لأنه بيكون في عندك طرز قديمة محملة بطراز الدولة، سواء مثلا وقت اللي اجت الدولة العثمانية جابت مع طراز كامل من اسطنبول، ولأنه عمليا بتحكي بال 1516 وقت اللي اجوا العثمانيين كان صار عندهم تكون باسطنبول طراز رسمي عثماني. هل طراز هذا دخل على الطراز المملوكي اللي صار له بحلب كان 250 سنة عم بيشتغل، فهل تزاوج بين اثنين عطى عمارة بديعة، فبالتالي هل تزاوج اجى مع التجارة الفارسي والتركي والعربي، وحتى بالفترة العثمانية في عندك الإيطالي، يعني الناس الجايين من البندقية، الجايين من فينيسيا،
التجار اللي جاية من طرف الدنيا كلها تركت بصمات بحلب. في شخصية للمدينة كتير قوية لأن الحجر عنصر أساسي وتابع تقنيات الحجر ما بتتغير بين عشية وضحاها. المعلمين بيكتسبوا خبراتهم وبيعلموا خبراتهم لناسهم أولادهم. مع ذلك في بيجي مثلا فترة بتلاقي فترة 40 سنة طلع فيها مثل ما هلا نحن نحكي باليوم بالموضة. بتلاقي نوع زخرف معين بلش ينتشر بهالمباني. إذا بتلحق هالزخرف هذا بتلاقي إنه هالزخرف هذا مشي جغرافيا إما من الشرق للقاهرة أو من القاهرة لل هي مرورا بحلب بمر فترة 15-20 سنة كل هالمباني اللي انبنت بهالفترة هاي تحمل هالزخرف هاد نتيجة إنه فريق من الفنيين الحرفيين انقطع شغلهم خلص شغلهم بالقاهرة بلشوا يدوروا عن مصدر عمل جديد. بسمعوا في بحلب السلطان عم ببني جامع شيلوا حالهم بروحوا على حلب. يعني العمارة بالنهاية هي إنتاج بشري. المعمار له دور، البنا له دور، الحجار له دور، الحداد له دور، اللي بيزخرف الهيئة له دور، النجار له دور. هذول كلهم كانوا موجودين. وفي أعراف إنه الطوائف طوائف حرفية مو طوائف دينية، ولو إنه كان غالبية الطوائف الحرفية من طائفة دينية معينة أو طائفة صوفية معينة، هذول كلهم كانوا بتركيبة البلد وبأدمى البلد فيها من كل هالطوائف هدول، بأدمى العمارة فيها من كل هالناس هدول شغلة فيها. يعني بتلاقي بالعمارة الجامع مو غريب أبدا إنه يكون نص الحجارين مسيحيين، وبعمارة الكنيسة مو غريب إنه يكون نص البنايين بالعكس بعمارة الجامع نص البنايين يكونوا مسيحيين وبعمارة الكنيسة يكون نص الحجارين إسلام. ما كان شيء غريب هذاك الوقت لأنه المجتمع هيك العمارة هيك. شو مواد العمارة اللي كانت مستخدمة بالأساس؟ عم تحكي المادة الأساسية الحجر، خشب كتير نادر، بس حتى الحجر في عندك أنواع. وبشكل أساسي نحن اليوم مثلا بعمارة اليوم نفضل الحجر القاسي، هن بعمارتهم هذاك الوقت كانوا يفضلوا الحجر الطري لأنه بيقدروا بنحتوه يدويا أكثر. طبعا هذا الشيء سبب لنا اليوم مشاكل أكثر وقت عم نحاول نحافظ على هالمباني هي لأنه حجرها هش. بس المباني الهامة مثلا المباني العسكرية أو المباني الدينية الهامة كانوا يستخدموا الحجر الأصفر الأقسى. في عندك حجر أبيض عدة درجات أساوي، وهذا البند الأساسي في العملية. ما في، الحجر كله بيربط بعضه ببعضه. إذا لا 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 ما في ما في عندك هي، فكل ما حجر فوق حجر وبعدين كحلة بسيطة هي. ففي طرق لتربيط الحجر مع بعضه وتربيط حبات الحجر مع بعضه، بيربطوا المداميك عادة بيجيبوا عواميد قديمة بيقصوها بين بعضها بيغرسوها وبيربطوا مداميك الحجر إذا كان الحيط كتير سميك. إذا ما كان موجود الحجر هو بيربط مع بعضه، بيحطوا بيناته قطع عرضانية بتربط مع حبات الحجر مع بعضها، والبناء حجري حصرا. كل ما هنالك انه في كحلة برانية. ببعض الحالات التزيينية كان في عندك يحطوا اوقيت رصاص او حديد بين الهيئة ليربط اكتر. وبحالات كتير نادرة مثلا في عندك مدخل القصر الايوبي بالقلعة، واجهة القصر في عليها مزخرفة بمفصصات حجرية ركبانة على بعض. النجفة هي عبارة بدل ما تكون قوس نجفة أفقية فيها قطع حجر ركبانة على بعضها، هي لحالة بتوقف. بس المعمار هداك الزمان ارتقى انه ما بعرف انا هي ضمانة جودة للمستقبل، حيطة نجفة معدن شايلتها من عم نحكي هالحكي هذا من القرن الثالث عشر.
ميلادي طبعا القرن السابع الهجري. العمارة العربية صح التعبير بنسميها عربية لأنه هي مرتبطة بالمنطقة، كان الفناء أساسي. ليش برأيك الفناء أساسي؟ الفناء ما هو شكل وحيد، الفناء له دور بيئي من ناحية التهوية والتبريد وال ومن ناحية ترطيب الجو، انه البركة بتجي بنصه الهواء الساخن، الشمس بتجي بتسخن الهواء، بسخن البلاط، بيطلع الهواء من الفناء، بشرق مقابيله، بسحب الهواء من داخل الغرف، الغرف موصولة بتكون على الأبو، الأبو موصول على البير، البير مفتوح له فتحة تهوية، بصير في عندك حلقة تهوية كاملة، يعني في عندك سيستم نظام تبريد طبيعي بحلب، ممكن تنزل على الأقبية بالصيف وتكون بحدود 10 درجات أبرد أو 15 درجة أبرد من برا بسبب هالنظام الطبيعي هذا. هذا سبب بيئي للمنطقة ككل، بس في أسباب تانية بعدين بتدخل معك هون، ندخل بقى بالشيء اللي بيسموه تايبولوجي، أنماط البناء. بتلاحظ أنه في أنماط للبناء رسمية، أول ما طلعت الجوامع مثلا كان النظام أنه في عندك مصلى طويل وفي عندك صحن براته، أضف له رواقات فيما بعد، هي هذا كان نظام جامع معين. على مر الزمن بتلاقي المصلى بلش يقصر بالعرض ويصير مرتفع أكتر، وللفترة المملوكية بأواخرها بصير هالسيستم مكرس بشكل أكثر، خصوصا مباني القاهرة. فالشيء اللي عم بيجي من القاهرة مباشرة عم بيكون فيها نظام أكثر، السيستم لسه محلي، لسه عندك قصة المصلى الطويل والصحن حواليه والرواق. هذا له أبعاد، أول شيء رسمية، تعريف ساحة المصلى بالمدينة ككل. بالفترة العثمانية الجامع بنفصل عن المدينة، بيصير له سور حواليه وبيصير المصلى كتلة كبيرة مفصولة عن الشيء اللي حواليها. طبعا هذا كله له مدلولات سياسية وثقافية وفراغية مختلفة عن قبل، يعني بدنا نعود نمر عليهم مبنى مبنى أفرجيك تطور هالظاهرة هاي. الفناء بناحية تانية كمان عندك انه بحلب بالذات في عن وبعدة مدن تانية، مو بس المبدأ بحلب، بس بحلب بقدر باخدك على الامثلة حية بفرجيك اياها كيف صارت، انه تطور من نظام مؤسساتي عام. اي مبنى مؤسساتي بده فناء واربع قواوين حواليه. هالبناء هذا على مر 200-300 سنة بيصير البناء المؤسساتي الديني اللي هو مدرسة، غير البناء المؤسساتي اللي هو جامع، غير البناء المؤسساتي اللي هو بيمارستان، بياخدوا تخصصات وظيفية. هداك الوقت البيمارستان بتلحق مثلا بداياته اللي أول بدايات نعرفها، لأنه في عنا بيمارستانات بالنصوص من الفترة الأموية، بس كبيمارستان كمبنى موجود قائم بداياته بالفترة الزنكية. فمثلا بيمارستان دمشق أو بيمارستان حلب اللي بناه نور الدين عبارة عن ساحة وحواليها أربع أواوين، بيختلف شكل الأواوين ونسبهم، بس هذا المبدأ الأساسي. بتطوروا بعدين للفترة المملوكية، بتطوروا بيصير لهم غرف جانبية للمجانين، بيصير لهم نسب معينة هندسية بتتكرر بكل البيمارستانات الفترة المملوكية، بيصير لهم نسب للارتفاعات، بيصير في حجرات خصوصية للمرضى، بيصير في ركن خاص للأطباء يقعدوا فيه متميز عن بقية الأواوين. بتتم الأفكار الرئيسية نفسها، باحة وأواوين وفراغات جانبية، بس بيصير في تخصص بالفراغ ونسبة الفراغ بتعود تختلف.
إذا دخلنا على النسب منشوف إنه في هون عندك عدة أشياء عم تشتغل بالنسب. في عندك معماريين أخذوا نسب بسيطة كتير، واحد على جزر اثنين اشتغل عليها بقصة التربيع والخيط وهالأشياء هاي، طرق تقليدية جدا من مئات السنين قبل الإسلام واستمرت بعد. في عندك نسب معقدة أكتر العلاقة بقى بالرياضيات اللي كانوا عم بيستغربوها بوقتها. في عندك مثلا مبنى المدرسة الفردوس عبارة عن كتلة هائلة من النسب الهندسية مركبة على بعضها، فيها مثل لغز شلون بتطلع نسبة الباي اللي هي 3.141، اللي ما كانوا أهل أول يعني بالنسبة لهم هالأرقام هي مي أرقام حقيقية. نحن اليوم بناخذها بشكل طبيعي، نكبس على الآلة الحاسبة باي ومنتم ماشيين 3.14 بعطينا 7 أرقام بعد الفاصلة، بالحاسبات الكبيرة عم بيحسبوا مليون رقم بعد الفاصلة. مو هذا الخلاف، هونيك بالنسبة له عم بيقسم أرقام وعم بطلع معه أرقام ما بتنتهى. واحد على جزر اثنين، جزر اثنين بالنسبة له رقم عجيب، لأنه بيقدر برسمه بس ما بيقدر بحسبه. بيقربوا يعني عنده متوالية هندسية، إذا بتاخده مثلا 5 للـ7، الـ7 للـ5 فيها تقريبا 1.4، هو جزر 2 1.41، فـ7 للـ5 كتير قريب من جزر 2، الـ10 للـ7 كتير قريب من جزر 2، 14 للـ10 كتير قريب من جزر 2، 20 للـ14 كتير قريب من جزر 2، 22 للـ20 كتير قريب من جزر 2، وانت ماشي. إذا لا حل عملي، لا حل عملي. هذا بالنسبة للإنسان اللي أخذ حل العملي ومشي. في عندك كتير مباني بحلب ماشي على هالسيستم هاد. في عندك مباني فيها الحلول رسمية، انه برسم مربع بياخد قطر المربع بيطلع معه جزر اثنين، بيقدر برسمه بس يحسبه كميا ما عنده الامكانيات الرياضية. 3.14 نحن الرقم اللي ناخده بشكل كتير متعرف عليه، انه لطالع قطر لطالع عفوا محيط الدائرة بتضرب قطره ب 3.14 بيطلع معك. هو ما كان يعرف الرقم، هو كان يقلك بتضرب بثلاثة وسبع يعني تقريبا 3.22. فبتلاقي هلا بالأبنية مثلا الأيوبية في عندك قاعات هي عبارة عن 3.22 لـ1 نسبتها، لأنه بذهنه هذا التقريب اللي كان ماشي. طالعوا بعدين طرق بتقيس دقة الباي رسميا موجودة بدقة 99%. هاي طبعا بتطلب رياضيات معقدة أكتر، بس كانوا شاطرين بالرياضيات، شاطرين أكيد شاطرين. فبس بتشوف التطبيقات العملية للرياضيات بالعمارة، منزلة على نسب العمارة، بتاخد الواجهات اللي نحن بالنسبة لنا واجهات بجوز تكون في عنا تهمة على الواجهات بالعمارة الإسلامية، إنه واجهاتنا مصمتة، إنه عبارة عن سد وشبابيك تخترق اختراق. أي واجهة لأي مبنى مهم يعني متعوب عليه شوي بتحط عليها ورقة بمبرشية وبطلع لك نسبة بالتفاصيل المملة، ما في واجهة مرسومة اعتباطا. هذا كلياته تراكم هائل لخبرات طويلة خلال سنين بتطلع معه. بتاخد بعدين شيء تاني اللي هو أداة القياس. غالبية النصوص المعمارية اليوم بقلك انه مثلا المبنى الفلاني باحته مثلا بقلك 12 متر ب17 متر أبعاده، أو 12.22 ب17. إيش هالأرقام؟ إيش مدلولة؟ ما كانوا يفكروا أيام أول بالمتر وبالسنتي، كانوا يفكروا بالدراع وبنص الدراع وبربع الدراع، والدراع عندهم إما دراع نجارية أو دراع سوقية أو دراع معمارية. وقت اللي بتاخد مبنى وبتاخد مجموعة قياسات منه بتعرف بأين الدراع كانوا عم بيشتغلوا. رأساً بتطبق موديول على المبنى بتشوف إنه المبنى نزل على موديول منطقي عقلاني
فيه فكرة فراغ كتير واضحة. نحن دائما المعماريين الغربيين كانوا بيجوا لهون بنسحروا بقول لك في عندك إسباس بالعمارة العربية وبس ما بيعرفوا يحكوا عنه. ونحن بالعربي ما في عنا كلمة إسباس، ما في عنا سبيس، في عنا نقول فراغ ما بتعطي المدلول، نقول حيز ما بتعطي المدلول. طب معناتها ما كنا نفكر بالحيز اللي عم نشتغل فيه، كنا نفكر فيه بس بغير عقلية. يعني دائما بدك تدرس العمارة بدك ترجع لعقل الفترة اللي طالعتها. يعني معناتها المعمار القديم كان متطور جدا وأوجد حلول معمارية موجودة حاليا. موجودة حاليا أي بس بغير ما ندور عليها بمصطلحات لغوية تبع اليوم، ندور هن مصطلحاتهم اللغوية بزمانهم إيش كانوا يحكوا. فبدك ترجع للنصوص تقرأ، بدك ترجع للتواريخ بتلاقي ما في عندك نص معماري كامل شامل قبل القرن 14. القرن 14 في عندك نص معماري من تونس ابن الرامي كان خبير محكمة، ببعته القاضي بقول له في عندي خلاف بين هالجارين، بطلع هو بشوف بحل المشاكل هاي قضايا، وكتب كتاب عن شلون بتحل المشاكل العقارية معماريا. يعني هو هذا، فهذا يمكن من أوائل النصوص اللي عنا اللي بشكل كامل معماري. للفترة العثمانية ليبلش في عندك سير نصوص معمارية كاملة، مذكرات سينان، الرسالة المعمارية بالقرن السابع عشر، ببلش بصير في عندك نصوص معمارية. من قبل ما كانوا يعرفوا ما كان عندهم نصوص، كان في وكانوا يتداولوا في كتب هندسية، في كتب هندسة رسم، علم الأشكال، علم الحساب، علم هذا كله كانوا يتداولوا. بس في كمان تعليم شفهي، هذا ما وصلنا للأسف. التعليم الشفهي، العرف الشفهي ما وصلنا. Thank you.
الأستاذ الدكتور محي الدين خطيب، أستاذ الدراسات العليا في كلية العمارة في جامعة حلب، والدكتور محمد ماجد دبابو أخصائي العمارة أو أخصائي نظريات العمارة. دكتور محي الدين، العمارة في ريف حلب، هذه العمارة الطينية الجميلة اللي منحبها كلياتنا، هل هي شكل العمارة التي استقر بها الإنسان أم هي الشكل المتطور للعمارة التي استقر بها الإنسان في منطقة حلب؟ العمارة الطينية أو عمارة الأرض أو عمارة التراب هي عمارة منطقية بدي فيها الإنسان الأول في بعض المراحل، مشان يكون مأواه كان يبحث عن الشيء المتوفر، والشيء المتوفر كان طبعا ولا زال هو الأرض، وكان الشيء الطبيعي أن ينظر ما حوله ويستخدم المتوفر من المواد لتأمين ذلك، فاستخدم الحجر في الأماكن المتوفر فيها الحجر، مناطق السهول حاول يبني من التربة اللي حواليه، من الطين، من الأرض، يبني ملجأ له. وتاريخ استعمال المادة الحقيقة هو تاريخ الإنسان نفسه، مثلا كنا نحن معتقدين أن في أريحة منذ 7000 سنة قبل الميلاد بني أول تجمع سكاني من مادة الطين. في الدكتور عبد الهادي نصري قال لي في الفترة الأخيرة اكتشف في الجرف الأخضر قرب 6 تشرين تجمع سكاني طيني من 12500 سنة قبل الميلاد. أول ناطحة سحاب في التاريخ هي برج بابل، لقبوها ناطحة سحاب لأنه برج عالي تقريبا 90 متر بني من الطين، سور الصين. المهم أغلب مساكن العالم القديم كانت من الطين، وفي الوقت الحاضر في تأكيدات إحصائية أن ثلث سكان العالم يسكنون ببيوت الطين. إذن هذه المادة لا يمكن تجاهلها كما يدعو البعض بأنها مادة مادة ضحلة، مادة غير نبيلة، مادة عفى عليها الزمن. مادة الطين نفسها إذا تستمر الآن بشكلها وإمكانياتها ومادتها من الصعب أن تجد طريق للتواجد، يجب أن تتعرض المادة إلى نوع من التطوير، مثلا خلط مادة الطين. مادة الطين بالأساس هي الرمل الموجود في الطبيعة، ممكن خلطه الآن في عنا إسمنت، ممكن خلطه بنسبة ما من الإسمنت، ممكن وضع في سطوح الطين في حديد شبك منخل نحيف ممكن يقويه، ممكن إدخال بعض المواد الكتيمة. كل هذا ممكن أن يؤمن وجود واستمرارية لهذا النسخ الذي عاشه الأجداد في كل أصقاع العالم حقيقة. فلسفة مادة الطين هي مرتبطة بخلق الإنسان، يعني في آيات بتدل أن خلق الإنسان من طين، لذلك نشعر في نوع من التواصل الحقيقة بين وقت منشوف عمارة الطين منحس بتواصل خاص غير بشعره في الأبنية المكعبة العادية البيتونية، خاصة إذا كان مجردة عن الفن والنسب. الحقيقة المادة الطين أكثر مادة متهمة بالرجعية بالقدم بالتاريخ، مع أني عم نشوف في شعوب العالم مختلفة
الشيء المتوفر إلى غير الطين عم تستعمله كمادة بيئية تراثية من الأرض. مثلا بنشوف جنوب شرق آسيا لا زالوا يستعملوا الخيزران، الحصائر في تغليف أماكنهم السكنية، طبعا الفقراء وهي طبقة كبيرة من الناس. الحجر لا زال مستعمل حتى في بلدنا، مادة طبيعية تنتزع من الأرض نفسها مثل الطين، الخيزران، الخشب، نفس الشيء. عبصي تجارب مستمرة عند الشعوب باستعمال المواد البدائية. يمكن البعض يقول أن عصر البيتون، عصر الحديد، عصر نحن لا ندعي أن تحويل مجرى العمارة كله لتنشأ من هذه المادة. مثلا في القرى يلي ما نضطر نسوي ارتفاعات عالية، لماذا لا تستمر هذه المادة وتطور؟ تطور يعني تحت تطور خطين لازم نضع. كيف تطور يعني مثلا؟ تطور كما قلنا بربط هذه المادة بمخابر أصبحت مكتظة في الجامعات، مخابر مقاومة، إضافات. يعني ممكن نضيف كمية من الإسمنت ونقيس الشد والضغط إلى حتى نجد مقاومة عالية كافية لهذه المادة. الإنشاء الحديث ممكن يحسب المجازات ويقرر هذا المجاز كافي أو زائد عن اللزوم. إذا ممكن إذا دخلت المادة المخابر ممكن أن نجد لها تطور هام وثابت. و مع الأسف حاليا ما حدا بيفكر بالطين وبيعتبروه أنه مادة غير صالحة لأي شيء. هذا أنا بتصوره جهل. الطين ممكن يستخدم كعازل، ممكن يستخدم مو بس عازل صوتي، عازل بيئي، وبعدين رخص في التكاليف يعني. وهذا صحيح. عندما كنا نزور بعض القرى التي جزء منها هدم في السقف الطيني وعوض عنه بسقف مستوي، كان الأهالي نفسهم يأخذون إلى أماكن طينية وأماكن لنشعر بفروغ درجة الحرارة داخل هذا المكان. ونفس الشيء كان يتكلموا هذا الشيء في الشتاء كمان، العمارة لصالح الشتاء والصيف. إذن فيها خصائص ممكن جعلها تستمر عدا عن شكل الجمالي وإيحاءاته. يعني الشكل المنحني في العمارة لا زال هو الشكل الأكثر شاعرية، الأكثر جمالية. في بعض المعماريين متعصبين ضد السطوح المستوية، بيعتبروا هذا عبارة عن فرز للعقل المسطح أن نفكر بكل شيء مسطح. صحيح، أنا برأيي كمان صحيح. وبتصوري أنه العمارة ما لازم تستمد تكون شاقولية. العمارة الشاقولية في مناطق مكتظة بسكان مثل مدن كبيرة بأوروبا أو بأمريكا ممكن تكون، بس الاكتظاظ اللي عندنا ممكن يمتد أفقي، وخاصة عندنا مساحات كبيرة من الأراضي تعطي للإنسان مساحة من الضوء أكثر، بتعطي مساحة من الخضرة أكثر، بتعطي هواء أكثر، مو هيك دكتور؟ الحقيقة أن الأبنية العالية عندما تبنى يجب أن يكون حول فراغات كافية، وعندما تبنى الأبنية المنخفضة يجب أن تكون مكتظة، لأنه ما منعت الشمس لهالحد يلي بتمنعه الأبنية العالية. لذلك هالاكتظاظ يعوض عن الارتفاع. في بعض من تصدى لهذا الموضوع كان رائد هذه التجربة حسن فتحي. حسن فتحي ومن بعده تلميذه عبد الواحد وكيل عطى للعمارة الطينية أناقة أشد وعلمية أكبر، وطور نهج أستاذه اللي اعتمد على عمارة الطين في أبنية القرن المتنوعة مو فقط السكنية. يعني الفلاحين أفضل مكان لهم أن يستمروا فيما تعودوا عليه وفيما يريحهم في معاشهم،
خاصة من الناحية البيئية. الميزة أيضا في هذه المادة أنها سهلة التناول ويمكن أن يساهم فيها السكان، يعني في العالم الثالث اليد العاملة متوفرة، ممكن السكان يساهموا في بناء بيوتهم، في بناء قريتهم، في بناء الجامع من الطين، ويشعر هذا بينعكس على الكلفة كمان. طبعا ينعكس على الكلفة ويشعر الإنسان بالفخر بأنه ساهم في هذا المكان الذي يؤويه بيتا، مسجدا، كنيسة، مستشفى. دول الأخرى تستفيد من الخشب، من الحصائر، من الحجر، من الخيزران في بناء مأوى لهذا الفقير، لأنه إذا إنسان لا يوجد إمكانية عند أهله ليحتووه في بيت وليس عنده الدخل الكافي ولا يوجد أبنية رخيصة من هذا المستوى كما يبنى في دول فقيرة أخرى في جنوب آسيا، لا ملجأ له. وبعتقد مو بس لأنه فقير، يعني كمان البيوت هي جميلة بحد ذاتها وبتعطي نوع من الخصوصية للإنسان. يعني أنا بتمنى لو كان عندي بيت صغير، ويمكن كثير من المثقفين بيتمنوا يكون عندهم بيت صغير بالريف، هيك مساحة 500 متر وما في هذا البيت. يعني الحقيقة هذا الشيء يتبع للدونة المادة، بيقولوا البيتون وجد مادة لدينة، ولكن الطين كمان مادة لدينة وأكثر لدونة. إذن ممكن أن نشكل فيها تشكيلات لا نهاية لها من الجمال ومرتبطة بالعلم الحديث. الشيء بيميز مادة الطين غير مسألة الـ الـ الرد على الانفعال الإنساني، التوافق البيئي مع الإنسان. يعني في قلب هالكتلة الطينية أنت قادر صيفا تعيش بظروف الراحة، بحدود الراحة المثلى من حيث البرودة، من حيث الرطوبة، شتاء تعيش في ظروف أكثر دفئا من مواد أخرى. يعني الطين قادر على عملية العزل سواء في الصيف أو في الشتاء. لبق إلى حد كبير عن العزل. ممكن أضيف أني يعني كأن العمارة الطينية تشبه الكائن الحي، تتنفس. يعني إذا ألقينا بماء على العمارة الطينية نشعر بصوت، نشعر وقت ندخلها بالصيف نشعر بتنفس البرودة، وفي الشتاء الدفء يتنفس ويشع، ويعني فيها حياة، فيها جمالية خاصة، فيها ارتباط بأشكال الطبيعة، بأشكال الإنسانية نفسها، خصوصي وتأخذ الأشكال المنحنية وتستوعب الفنون جميعا. يعني كان يقولوا أن الإنسان القديم هو كان يبني فقط ملجأ، ما في جمالية، لا، هون ظهرت كل جماليات، كل إمكانيات فنية على هذا الشكل، على هذه المادة. لو خيروك بين البيت العربي والبيت الإسمنتي شو بتفضلي؟ البيت العربي. ليه؟ لأنه بالصيف أبرد وبالشتاء أدفى. Thank you.
لو سألتكم البيت العربي أحلى ولا البيت الشمال؟ لا العربي خير، العربي أحسن. عاد مو هي البيت العربي أحسن. ليش؟ مرحبا. ليش؟ لأنه عربي، مد ومد عربي، لبابيد ومخاد كله عربي بعربي، وهذا أكسد جادر قمها. لا العربي أحسن. يا حجي انت ساكن ببيت عربي من طين، بتفضل ساكن بهذا البيت ولا بتريد بيت من شمينتو؟ والله انا افضل هذا عن كل شمينتو بسوريا. ليه؟ لانه هذا التراث القديم، مسكن الاب، مسكن الاجداد، هي ما يمكن نستغنى عنه. وشو مميزاته هذا البيت؟ مميزاته بشت دافي، بالصيف بارد، تعال هنا بقى سكر الباب وانزل انام بدك تبرد. شنو مميزاته؟ شمنتو ينسكن اليوم بشو هذا فالعاده. شنو بنجر هناك؟ بس لو انتو جايين بدي اجي هنا من بعد الظهر، بدي اجي انام هنا. طيب ليش في ناس عم يغيروا لشمنتو؟ في ناس عم يغيروا من الطين لشمنتو، ليش؟ هذا غلط، هذا بشته دافي. شوف قد 70 سنتي الحيط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من أنت؟ من الضيعة يا أخي؟ نعم. شو اسمها الضيعة؟ اسمها عسجلي كبير. شايف فيها بيوت طينية جميلة حلوة. والله هذه بيوتنا القديمة. طيب بتحب السكن فيها؟ والله السكن فيها طيب كويس وزين. هذه مبنية من تراب وحجر، دافية بالشتاء باردة بالصيف. في ناس قال بيحبوا يسكنوا بالشمينتو. والله هاي ألز وأطيب، ولو فتت بقلب هالدار هاي اللي احنا قدامها لاحظت الفرق شلون. بتشكي من شي هالضيعة؟ والله نشكي من المياه. يعني في عندك نقص بالمي؟ ايه، مياتنا صارت على 70-80 متر وما عاد تطلع بالسهل يعني، وعم تنقص خاصة يعني بشهر آب ما يضل شي. بشهر آب بكل العالم بتنقص المي. ايه احنا ما ظلمنا بنو. بس الحل شو هو برأيك؟ الحل والله يريد من الدولة انه شوية ساعدنا تجيب لنا مي. شلون بدي اجيب لك مي؟ خط الفرات مو بعيد، قريب عنا بسيط يعني، مو يعني ابو 10 كيلو. الحل
الحقيقة في ملاحظة خاصة أنا لاحظتها في الأعمار الطينية، أنا أدرس في جامعة حلب التصميم المعماري، وعلى طول في بيتي يوجد صور عن مواضيع أحضرها لدروسي. لم تكن تسير كل الصور الأضعاء طاولتي، لم تكن تسير ابني اللي كان عمره 10 سنوات ولا أصدقائه زواره من أصدقائه. في مرة واحدة دخلت أشوفهم متوزعين صور عم بنظروا لها بتأمل وبعيون متفتحة، هي كانت فترة صوري مع العمارة الطينية. هذا أثار انتباهي لأول مرة أطفال يثير انتباههم عمارة. في تجربة تانية يعني أردت يعني إيماني بعمارة الطين وأن يكون لها مكان وتطوير، وضعت رواية، تجربة رواية عن فلسطين، وذكرت في الأماكن المحروم فيها الفلسطيني من كل شيء. أستاذ المدرسة بيأخذ الأطفال وبيبني معهم عمارة طينية تنهض يوما بعد يوم بأيديهم، ويشعر الأولاد بفرح وفخر بأنهم سيسكنون في مدرسة مبنية من الأرض، لها شكل، له إيقاع خاص في نفوسهم. يعني ممكن إذن هذه المادة أن تتحول في رموز في رواياتنا، أن استطعت أن تتصل بأعماق وجذور هذا الإنسان الذي يراد أن يغسل منه هذه الروحانيات المرتبطة في الماضي. نحن نقول حوار، الحوار الآن ممتلئ في كل العالم بين التراث والمعاصرة، ونريد أن ندخل المعاصرة بكل أبوابها ونطور الجذور الأساسية بإمكانيات متوفرة من الحداثة، ليست مستوردة وضمن إمكانياتنا، وأن نفكر بسقف يظلل الجميع. إن لم يستطيع البيتون أن يظلل الجميع، فالطين يستطيع أن يساهم في هذا. العمارة الطينية ليست كما نتصور أنه عمارة خاصة بالقرى أو عمارة متخلفة. مادة الطين كأي مادة بناء أخرى. دكتور، ما حدا حكى أنه هي عمارة متخلفة، بالعكس أنا أريد أشجع خاصة في صفوف الفلاحين أنه تعود هذه العمارة وتنتشر لأنها أكثر ملائمة يعني لظروفهم. في الواقع في حادثة ظريفة يمكن تذكر فيها المجال هذا، انتشر بناء البلوك، بناء الاسمنت، احد القرويين راح بنى بيت من البلوك وترك القبة الطينية للدواب وسكن في بيت البلوك. بعد مرور صيف واحد فقط بدل المكان بينه وبين رجع الى العمارة المريحة. بالنهاية الانسان يبحث عن حدود الراحة. مادة الطين مادة كأي المواد الأخرى. المشكلة في مادة الطين أننا لا نستطيع دائما تجاوز العيوب تقنيا، إنما لو رجعنا إلى دروس التاريخ لدينا ضريح السامانيين في جمهورية أوزبكستان، بالضبط في مدينة بخارى. ضريح السامانيين يعود إلى القرن العاشر الميلادي، مبني من مواد طينية لا زال حتى اليوم قائم. لا زالت صروح معمارية في وسط آسيا وفي إيران وفي مناطق مختلفة من العالم، لا زالت العمارة الطينية القديمة مستمرة حتى اليوم، ولا زالت بوظائفها تعمل، لم تتغير وظائفها.
يعني كون طيني لم يلغي أنها عمارة معاصرة، مع أنها معمارة معاصرة أو ممكن تستمر كمان، هي قابلة للاستمرار. واليوم في مدرستين مهمتين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعني الحديث الواسع عن التقانة وعن المعاصرة، وعن مدرستين الكول إيرث ومدرسة أخرى قرين تتحدث دائما عن تطوير تقنية العمارة الطينية. هل هي هشة؟ هل المشكلة في هشاشية المادة؟ المشكلة في ضعف المادة؟ الآن يستخدمون بعض الأكياس، يضعون الطين داخل هذه الأكياس، يربطون الأكياس، ثم يتم البناء بعمارة تسمى إيرث باج. الناظر إلى هذه العمارة يرى مسحة جمالية حقيقية في عمارة معاصرة، لكن لا زالت عمارة طينية. كساء هذه العمارة، كسوة هذه العمارة الطينية، لازلنا اليوم نستخدمها في أحدث الأبنية معاصرة، السيراميك. السيراميك في آسيا الوسطى حتى اليوم يحفظ مباني لمدة 1000 عام. السيراميك من نفس مادة الطين، حرق، وضعت له مادة المينا بألوان تزيينية جميلة جدا، تم إكساء هذه العمارة. إذن المشكلة ليست في المسمى، ليست في المادة، المشكلة في طريقة تعاملنا مع المادة، المشكلة في مضمون هذه المادة وفهمنا لحاجات هذه المادة وما يمكننا أن نأخذه من هذه المادة. هذه المشكلة الحقيقية. صحيح، شكرا لك دكتور ماجد.